واحدة من النماذج المتميزة اللي تم تكريمها امبارح في محافظة أو من محافظة الدقهلية، تم التكريم تكريم على أساس التفوق العلمي والإنتاج الثقافي العظيم والتميز على كل المجالات. قبل ما أتكلم عنها دكتورة رنا حامد، أو قبل ما أتكلم معاها تحديدا، خلينا نشوف مع حضراتكم تقرير القناة الأولى كانت عملته مع دكتورة رنا، ونرجع نرحب بيها ونشوف كمان رد فعلها على يوم الاحتفاء الجميل اللي حصل معاها امبارح. أنا رنا حامد عبد الواحد، مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين هنا في المنصورة. حصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية آداب جامعة المنصورة. بالنسبة لفكرة كف البصر، ما كانش باين حاجة وأنا صغيرة، لحد ما كان حصل وقعة على السلم وأنا صغيرة خالص، أنا دي مش فاكراها أصلا. بابايا بذل جهد معايا في ان انا ادخل المدرسه واتعلم عادي زي بقيه زمايلي. ما كنتش اعرف في الاول عن فكره طريقه برايل ومدارس النور للمكفوفين وكده، ما كناش نعرف عنها حاجه في الاول. فانا قعدت سنتين اولى وثانيه ابتدائي في مدارس عاديه. كان كل اهتمامي انها تقرا وتكتب، لان امها كانت بتقعد تقرا معاها وتتعب وتكرر وتقول وتعيد، فإنما هي ملهاش ذنب. أنا كان كل همي واهتمامي إنها تقرأ وتكتب. عرفنا بقى عن موضوع طريقة برايل وإن هي قايمة على اللمس وكده، فتعلمتها في الأجازة اللي ما بين تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي. وبعد كده بابا قدم لي بقى في مدرسة النور للمكفوفين، واتنقلت ليها الحمد لله، اجتزت الاختبارات بتاعتها وفضلت فيها بقى لحد ما حصلت على الثانوية العامة. الحمد لله أنا حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين سنة 2003. هي رنا مش إحنا اللي بنخليها مجتهدة، هي اللي بتخلينا نساعدها تطلع اجتهادها أو تعيش في اجتهادها أو تطور نفسها أو تمشي لقدام.